مؤسسة حياة كريمة شاركت في ماراثون القاهرة في نسخته 10، والماراثون ده بيهدف لدعم الصحة العقلية والجسدية والنفسية وتشجيع المواطنين على الاهتمام بالرياضة. كمان الماراثون ده بسنت بيأكد أو يعني بيركز بشكل خاص تحديدا على دعم ذوي الهمم، وده عن طريق توفير الإمكانيات اللازمة ليهم من أجل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وشارك في هذا الماراثون أكثر من 3000 متسابق. مؤسسة حياة كريمة شاركت في ماراثون القاهرة في نسخته 10، وذلك بهدف دعم الصحة العقلية والجسدية والنفسية وتشجيع المواطنين على الاهتمام بالرياضة، مع تركيز الاهتمام بشكل خاص بذوي الهمم عن طريق توفير الإمكانيات اللازمة لهم من أجل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة النفسية عن طريق التوعية ضد التنمر. وأكدت المؤسسة استمرار حملة جمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تزامناً مع انطلاق فعاليات الماراثون وتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة. هدفنا أن كايرو ماراثون ده يبقى ماراثون دولي زي ما بيحصل في كل حتة في العالم. السنة دي معانا مؤسسة حياة كريمة، طبعا هم بيعملوا مجهود كبير جدا جدا جدا، الناس محتاجة تعرف على المجهود اللي بتعمله حياة كريمة، فإحنا بالشراكة معاهم بنعمل توعية أكبر. مؤسسة حياة كريمة كانت قد أطلقت حملة لجمع التبرعات في الجناح الخاص بها في المعرض التحضيري لانطلاق الماراثون في الفترة من 3 وحتى 7 مارس، وذلك سعياً من المؤسسة لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً في قرى حياة كريمة وتوفير أطراف صناعية وكراسي متحركة للمواطنين من ذوي الهمم، ومن أجل تجهيز صناديق الحماية الاجتماعية استعداداً لتنفيذ خطة المؤسسة للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك في إطار مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فضلاً عن تنفيذ حملات للتوعية ضد التنمر من خلال عمل مسارح متنقلة. الخمس أيام شاركنا مع كايرو رانرز بالتعريف بما هي مؤسسة حياة كريمة، إيه هو المشروع القومي حياة كريمة وأهدافه والفئات المستهدفة منه، كمان كنا بنعرف الحضور بمؤسسة حياة كريمة ومبادراتها المختلفة. وتعد مؤسسة حياة كريمة الراعي الرسمي لماراثون القاهرة في نسخته 10، بهدف دعم الوعي المجتمعي بالصحة العقلية والنفسية بمشاركة أكثر من 3000 متسابق بمنطقة مصر الجديدة. احنا في حياة كريمة عاملين 3 حملات، أول حملة بنوفر كراتين الغذائية، والتاني حملة هتبقى القضاء على التنمر، والحملة الثالثة ان احنا بنلم تبرعات علشان نوفر أكبر عدد ممكن من الأطراف الصناعية. وتتميز هذه النسخة من ماراثون القاهرة المقامة تحت شعار Run for it بطبيعة خاصة، مع الدعوة إلى تغيير النظرة المجتمعية ورفع الوعي ونشر المفاهيم الصحيحة عنها ودعم الدمج والتنوع المجتمعي. كما يساهم الماراثون في إظهار الجمال الحقيقي للقاهرة وما تتميز به من امتزاج الطرز المعمارية المتنوعة في مصر الجديدة ما بين الروماني والفرنسي والحديث. النهاردة أنا شاركت في الماراثون 10 كيلو مع ماراثون القاهرة، وشاركت باسم حياة كريمة في ماراثون الخير. وانقسم الماراثون إلى 4 فئات، هم النصف ماراثون مسافة 21 كيلومتراً، وسباق لمسافة 10 كيلومترات، وسباق آخر لمسافة 5 كيلومترات، وسباق العائلات مسافة 2 كيلومترين.